الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد راح ندير لكم فيه قطايف بفواكه الجافة. نحتاج لهذه الكيفية، قطايف ولا كنافة، نحتاج فواكه الجافة، هذه مقصوها هكذا مكعبات، قليل من اللوز وقليل من الجوز، عسل، لا جولي نقباش، شوية مارغرين ولا سمن، قليل من ماء ورد. نروحو لطريقة التحضير. نبداو بالكنافة تاعنا، حلوها كما تلاحظوا هكذا، راني حليتها هكذا. حليها مليح هكذا كما تلاحظي، حطوا لها قليل من المارغرين دايبه ولا من السمن، كل واحد كما يحب، رشوها بها. سيدخل هذاك السمن في القطايف تاعنا، رشوها بقليل من الماء ورد، مكتروش الورد هكا كيما تلاحظوا، برك شويه برك ورد. نجيبو ليمول تاعنا، هادو ندهنو المول تاعنا، كيما تلاحظو هكذا. ونحطو هادي نحاولو نهزو الشكل تاع هذا المول، هذه القطايف هكذا، ديرو الجوانب، هكذا. طريقة سهلة، نهزو الشكل تاع المول، تكاو الجوانب مليح هكذا بيحكمو. الطريقة الأسهل تحبو تجيبو غطا تاع قرعة ولا تاع وتكي بيه هكذا كيما تلاحظي، ها هكذا تكا بيه مع الجوانب في الوسط هكذا، حتى تهزلنا الشكل تاع المول هذا، حتى يتهزلنا الشكل تاعنا في القطايف. هكذا تكي عليها مليح، نزيدو نحطولها من فوق شويه سمن ولا زبده ولا مارغرين، كل واحد كيما يحب هكذا كيما تلاحظو هكذا، حتى نطيب المول تاعنا كامل بالليل. هكذا نحطهم في الفرن حتى ياخذوا لنا اللون الذهبي، نحيوهم دركا نكمل الكميه تاعي كامل هكذا وندخلها في الفرن. هاي القطايف تاعنا بعد ما طابت وحمرت لنا نحيناها من المول كيما تلاحظوا، ها هكذا درك نشحها منايا هكذا، نحط لهم شويه عسل، نحطهم في القطاع.
قطعناهم هكذا نخليهم في جانب. نروحوا لكيفيه تحضير الفواكه تاعنا كيف نحضروهم. حطوا شويه عسل، حطوا شويه عسل، حطوا العسل، زيدوا فيها شوية ناباج لا جيلي باه تجينا اللمعة هذيك في الحل في الفواكه تاعنا. زيدوا مغرفة ولا زوج حسب الكمية اللي عندك. نزيدو نحطو طريف زبدة، منكتروش شوية برك كيما تلاحظو هكدا فيها. نحطو هادي العسل ناباج زبدة على النار حتى يدوبولنا مع بعضاهم. نحطو الفواكه تاعنا داك ندوب انا هادو على النار ونعتلكم كيف نكملو. بعد ما داب العسل تاعنا والزبدة والجيلي تاعنا مع بعضاهم هكذا خلطوهم مليح مع بعضاهم، نحكمو نروحو داك نخلطو الفواكه الجافة تاعنا. نجيبو الكرز المصبر هذا هكذا، نحكمو الكرز المصبر نحطولو لاجيلي باه يجينا يلمع. وكل وحده كيفاه تزين، هذا التزيين تاعي انا يا خاص هكذا وانتوما كيما تحبوا. نحطو هكذا هكذا كيما تلاحظوا، ونزين به هكذا ونزين به الحلوى تاعي. هاي الحلوى تاعنا جاهزه، عندها منظر للعين وعندها ذوق في الفم بنينه. ان شاء الله كيما متعودين تلاقاو في فيديو جديد بحلوى جديده. السلام عليكم ورحمه الله.